رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي شرح صدور العابدين وأنزلهم نزل المقربين أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها السماوات والأرض وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى صحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أيها المسلمون انشراح الصدور وسكون النفوس وطمأنينة القلوب أمل كل من عاش على الغبراء وحاجة كل ماش في مناكبها باحث عن طيب العيش فيها مريد حيازة أوفى حظ من السعادة لنفسه وإدراك أعظم نصيب من النجاح والذي كان صلوات الله وسلامه عليه أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا لما جمع الله له من أسباب شرح الصدر ومعه ما آتاه من النبوة والرسالة عليه أكمل الصلاة وأتم التسليم عباد الله أسباب يأتي في الطليعة منها الهدى والتوحيد كما قال الله سبحانه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين إنه نور الإيمان الذي يضيء الله به قلوب من شاء من عباده فيشرح به صدورهم وتطيب به نفوسهم وتنعم به قلوبهم فهما كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى محبتان محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياته وقرة عينها وهي محبة الله وحده بكل القلب وإنجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر وهي سبب الألم والنكد والعناء وهي محبة ما سواه الله عز وجل فليختر اللبيب العاقل لنفسه وليجتهد لها فإنه ساع في خلاصها راغب في حيازة الخير لها فاتقوا الله عباد الله وخوضوا بمناهج صفة المتقين أولي الألباب الذين استنوا بسنة خير الورى صلى الله عليه وسلم واقتفوا بأثره فكانوا أطيب النفس عيشا وأشرحهم صدرا وأنعمهم قلبا فما أسعد من سلك هذا المنهج ومضى على هذا الطريق نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو البر الرؤوف الرحيم الحمد لله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو القوة والرحمة وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن قام على إحياء سنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس إن الله أمركم بأمر قد بدأ بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون بالبريد إنسه وجنه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بنصر المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم انصر إخواننا في بورما. اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم.